call me a god. You call me a god. اهلا وسهلا، السلام عليكم جميعا. قبل ان نبدا اذكركم انكم تتابعوني انزل باستمرار كل حاجه تخص هذه اللعبه، لعبه سكال اند بونز. الحين اللي بسويه خريج دمر السفينه، فيديو اليوم بيكون عن توربيدات. نسيت اني احط توربيدات. اذا الفيديو اليوم بيكون احاول اسيطر على حاجة فيها. خلصنا على سفينة واحدة، نرجع تقريبا بقي دقيقتين وتبدا المهمة. المهام مهمة السيطرة على المصانع، هي اللي الحين اريد اشوفكم اياها، كيف انك تسيطر على مصنع جديد وبعدين تبدا تطور وتاخذ المنتجات. اريد المقاطع الماضية كانت عن كيف تتعامل مع المنتجات بعد اللعبة الاولى او بعد المصانع الاولى. الحين بنقرب هذا الفيديو الكو اوب، هي تتحدث كل 30 دقيقة. هنا بتظهر لك، بس ارجع للرسالة الحين ويكون باقي دقيقة. نرجع لسنتين ويكون باقي دقيقة للأخيرة عشان ما أكون أوكي. 15 ثانية، 15 ثانية. سريع 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 سريع. نفتح هذا، نفتح الخانة الثانية، وهنا نشوف مكتوب لنا بقت 7 ثواني. أول ما يكون في عندنا كوب أزرق ناخذها. أوكي، وين هالزرقة؟ ما أشوف زرقة. أوكي، هذا الزرقة تسوي انضمام. خلاص الحين أنا انضميت لهذه، نروح نقطع لها ونقاتلهم. وبكذا نكون سيطرنا على هذا الـ، يعني بيعطونا درع سفينة أو شيء كذا من هالقبيل، يعطونا ورقة أهم شيء أو قطعة نوصلها لسانت إين، ولما نوصلها لسانت إين بيعطونا مصنع. فالحين سوينا انضمام للحدث، سوينا انضمام لهذا الحدث، السرقة الأسطورية ليجندري هايست. وهنا في استحواذات معادية، إذا كانت يعني على حسب المشعل في الليجندري هايست ممكن يكون انت عندك اوريدي المكان المفتوح. يعني زين، فيكون عندك اوريدي المصنع المتاح بالكو اوب، فانت تروح تسوي انضمام لهذا له. فلو تشوف هنا الحين ما حد مشارك، ما حد مشارك في السيرفر اللي انا الحين فيه، ما حد مشارك فيهم كلهم. فتقدر تسيطر على اللي تريد تسيطر عليه، بس انا دخلت الكو اوب، ما اعرف اذا يمدينا اصلا اسيطر او ادمر هذه السفينة او لا. المستوى الثاني خليج باليسيد، فننطلق للسفينة ونحاول ان نسيطر عليها. بنكون وحدنا، بس اتوقع الامور طيبة، عندي اسلحة كافية، 45 ذخيرة الامامية المنجنيق. يمكن بحتاج اني اكل لي حاجة بحيث انها تخلي الستاتس مالي عالي. نشوف لقب هذي الوجبة. منطلقين الى هل هذه هي السفينة؟ لا ما هي، هذه ليفل 9 بس. اتوقع هذه السفينة بتكون ليفل 10 او 12، بس نشوف اذا كنا ما زلنا الوحيدين اللي مشتركين هنا. انا الوحيد مشارك، وهنا في شخص واحد مشارك، شخص واحد
مع حد. الناس جالسه يعني تسيطر على الاماكن الثانيه الاونلاين، يعني ما جالسين يخلصون كوب، بس ما في فرق انك تخلص الاونلاين او الكوب اذا كان كوب مفتوح. اذا كنت بعد ما نسيطر على المكان فافضل انك تخلص الكوب. وفهم هذه سفينتنا لما هي سفينتنا بهذا الاتجاه، والبحر بدا يرتفع موجة عالية. هذا الاتجاه ما أشوف شيء صراحة، ما أشوف شيء من إني أكون قادر إني أسيطر على المكان، لأن هذا السفن بعد تريد تهاجم علي. ما أعرف ليش يهاجم علي، بس طول ما احنا عندنا تحصين، طول ما احنا هل اوصل حاجة؟ ما اوصل شيء. ليش هجم علي؟ ما اعرف ليش هجم علي. What we seek. قصب السكر، بس انا ما اريد قصب السكر، أريد السيطرة. مهمة السيطرة. المفروض إني أشوف مجموعة سفن في ما بينها سفينة واحدة. أوكي، في جلتش أو لا، في انتظار، في انتظار. في انتظار البدء خلال دقيقة. نشوف إذا ممكن أن نروح لتاجر هنا، يمكن نقدر نشتري من جنيق زيادة قبل أن نبدأ المهمة، مهمة التوصيل أو مهمة السيطرة هذه اللي بتبدأ بعد دقيقة وست ثواني. ما زلت أنا الشخص الوحيد اللي داخل في هذه المهمة. نشوف تفاعل الناس مع المهام الأخرى. هنا ما حد، هنا واحد واحد واحد، هنا ما حد. يمكن الناس بعد ما عندهم ما واصلين لمرحلة الملك، ويمكن الناس جالسة تسيطر على الأماكن القريبة منها، لذلك الأماكن المكانين البعيدين أو أبعد مكانين للحين ظاهرين ما حد راح لهم. شراء على السريع، قنابل منجنيق، قنابل توربيدات، نطلع كم باقي؟ 17 ثانية و 1000 متر، كيلو واحد و 10 ثواني. اتوقع عمولنا تكون طيبة، بيكون عندنا 9 ثواني لإسقاط هذه السفينة. كم الحين باقي؟ خلاص الحين تطلع هذا قدامنا. نركز كل التركيز على السفينة الذهبية، السفينة الثانية فقط هي للدفاع. نقدر بهم اول شيء كذا. نشوف هذه الإصابة. Let's go!
احاول اني اركز فقط على السفينة الاساسية بس الامواج ما معقول. اي مكان احاول قدر الامكان اني اصيب اصابات موفقه. Thank you.
اتوقع انا من هذه رميت حاجات ما تنقص. اذا بكذا نكون خلصنا السيطرة، نرجع لل خذينا الخرائط اللي خذيناها اللي رميناها الحين، نرجع للسانتين. شحن الاستعمار لقابل الفكرية. الآن خلصنا المهمة. هذه ايش هذي خير مهمة، قابلة فقط عادية ما فيها شيء، فالأفضل إن نرجع بعد ما خلصنا المهمة هذه نوصل الشيء اللي شليناه من عندهم، بحيث انه يفتح لنا مكان تجاري جديد. 4000 ما في فاست ترافل قريب، فالافضل انه نواجه هذا الريح العاصفة. نتقلب هذا لان هذا بتفجرنا مباشرة، بس اتوقع انه راوغناها مرة ثانية. هذا ثاني موقف اتذكر اول مرة واجهت هذه الموقف كيف كانت تسوي فيني، قتلتني المرة الاولى والمرة الباقية كنت خايفة منها، بس الحقيقة انك تقدر تواجهها بحقائق، يعني تقدر تراوغها بكل سهولة. الاشخاص اللي كانوا معي نرجع الى سانتين عشان ناخذ عليها المكان الثاني اللي بيكون راندوم، لان ما نعرف وين او وش اللي يكون مع المهام هذه العشوائيه اللي هي الكوب. نشوف هنا نشوف اذا مطلوب منا نسوي ولا لا. هذا بعد 40 دقيقة لازم تملي تدفع مبلغ تقريبا قدره 600 سيلفر وتملي المكان لمدة ساعة. هو يعني يمتلي المخزون بعد 4 ساعات، لكن انت راح تدفع 600 كل ساعة. هذه هي مواد الخام للمخزون اللي تبيعه. طبعا هم يبيعوا بشكل اوتوماتيكي، ما يحتاج انت توصل البيع او اي شيء، بس تروح تسلم الذهب مانوالي، يعني لازم تروح بروحك وتسلم الذهب وترجعه لسانتين او تلوك بنجارة. وصلنا 19 دقيقة. ما اعرف اذا بيمديني اني اروح اشوف المخزن الجديد اللي ربحناه يعني او لا. ما اتوقع يمدينا، لكن اللي يمدينا ان نسلم القطعة وبعدين عاد بيكون في الفيديو القادم. الفيديو رقم كم بيكون؟ اتوقع 70 او 69. وصلنا 69 فيديو في هذه اللعبة او اكثر يعني، بس الحلقات حلقات اللعبة ووكثرو وصلنا 70، فهذا رقم يفرح صراحة، وهذا دليل ان اللعبة عاد بدنا فيها. اذا وصلنا هنا الحين بيكتبوا لنا انه وصلنا قطعة، ما كتبوا لنا ليش ما كتبوا لي؟ ليش ما كتبوا لي اني وصلت القطعة؟ ما هذه مهام المشاركة؟ المهم انا خلصتها وشليت الصندوق هذا، فتحه معقول؟
في شيء غلط، في شيء غلط. يمكن اني خلصت عملية المفروض يعطوني القطعة. يمكن المفروض يعطوني قطعة لاني خلصت العملية معاهم، بس ما وصلت لي القطعة، ما اعرف ليش. هل هو جلتش في اللعبة او ايش؟ فرصة الاستحواذ التالية بعد 10 دقائق، بس ما اريد اسوي فرصة استحواذ ثانية وانا ما خذيت مردود من هذه الاولى. How's that job coming along? ما اعطتنا شيء، غريب. محتاج اني اتاكد، محتاج اني اتاكد وين استلم. المفروض ان الاول ما اوصل نفس الذهب يعطونا الدروع او درع السفينة او اي حاجة. بس نشوف يمكن نحصلها في البريد، نشوف في حاجة وصلت لي في البريد. افتحها، ما هي غريبة. نلقاكم في فيديو ثاني. بشوف هذه المشكلة واذا حصلتها بأطلع منها في الفيديو القادم.